فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول: إذا طاف الحاج طواف الوداع، إذا طاف الحاج طواف الوداع نعم. وجلس في مكة مدة من الزمن بسبب تأخر الحملة، فهل يجب عليه أن يرجع ويطوف مرة أخرى؟ إذا كان بات في مكة فإنه ينتقض الوداع، لا بد من إعادته. أما إذا كان ما بات وإنما تأخر لغرض من الأغراض ولم يبت، لا مانع، هو على طواف لا يعيد. نعم.